فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي مونستيري باش تواصل مهامها لمدة إضافية بعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية البارح دون وصول أي مطلب للترشح لرئاسة النادي. أكثر تفاصيل مع رئيس الهيئة أمير الحيزم في تصريح لزملائنا في إذاعة المونستير. الحمد لله، معناتها اليوم تمنا شغال الجلسة العامة التقييمية للموسم الفارط. كنا عرضنا التقرير الأدبي والتقرير المالي، كما شفتوا فما تم فوز حوار وتم مع جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري، عديد النقاط تم طرحها. في الأخير توا تم التصويت معناتها بقبول التقرير المالي والتقرير الأدبي. دونك توا بعد الإشكالية في خصوص معناتها اللائحة التسييرية، تعرفوا اللائحة التسييرية معناتها كنا فتحنا باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية دي، ما جاء حتى حد. دونك مبدئيا توا الجلسة الهيئة التسييرية دي تواصل في انتظار معناتها تأكيد هذايا إن شاء الله بعد المقابلات مع نادي الفريق. وخلال الجلسة العامة التقييمية تمت المصادقة على التقرير المالي والأدبي وتسجيل فائض في الميزانية ب 7,300,000 دينار، ويعني 7,000 دينار تقريبا الفائض في الميزانية، يعني رقم يعكس أنه الاتحاد الرياضي المونستيري الحقيقة منظم على المستوى المادي رغم غياب الموارد المالية، يعني يعكس أكثر أنه ما عندوش عجز كبير بالنسبة للإمكانيات المادية على عكس عديد من الأندية الأخرى. وعلى هامش الجلسة أكد رئيس الاتحاد أمير الحيزم توصل الهيئة المديرة لاتفاق على تجديد عقود زوز ملاعبية، وباش يتم العملية في الأيام القادمة. نحكي على فرات السلطاني وشهاب جبالي. قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد اجتماع الهيئة المكلفة بالإشراف على تسيير الرابطة البارح. غرامات مادية على أندية من الرابطة الأولى بعد مقابلات الجولة الأخيرة في البطولة: الأولمبي الباجي 1500 دينار خطية، زملانو 500 على الترجي، 2500 دينار أيضا على نجم المتلوي، نادي رادي صفاقسي غرامة مادية ب 5000 دينار، في الرابطة الثانية جندوبة الرياضية تغريم الفريق ب 1500 دينار، أمل جربة كيف نفس المبلغ 1,500,000، 500 دينار نسر جلمة، وهلال رديف 2000 دينار. ورسميا مازالوا زوز جولات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل بداية تربص المنتخب الوطني اللي باش يواجه مدغشقر يوم 14 نوفمبر في جنوب إفريقيا، وغامبيا يوم 18 نوفمبر في رادس، في إطار الجولة الخامسة والسادسة اللي باش تكون الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. نهاية هذا الأسبوع إذن عنا مباريات الجولة السابعة. يوم السبت ماضي 2:30 اتحاد بن قردان الملعب التونسي، مستقبل جابس نجم المتلوي، شبيبة العمران مع مستقبل سليمان، 4:30 نادي الإفريقي مع الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الأحد القادم ماضي 2:30 كل المباريات: نادي رادي صفاقسي الأولمبي الباجي، قواف القفصة اتحاد تطاوين، الترجي الجرجيسي نادي رادي بنزرتي، والكلاسيكو مباراة القمة بين النجم رادي الساحلي والترجي رادي التونسي. البطولة وقتها ماهيش باش تقف، عنا جولة أخرى كما قلت يوم السبت 9 نوفمبر الجولة الثامنة الدفعة الأولى، 2:30 الملعب التونسي مع شبيبة العمران، الأولمبي الباجي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، اتحاد تطاوين يواجه النادي الإفريقي، 4:30 الترجي الرياضي التونسي مع مستقبل جابس. يوم الأحد 10 نوفمبر ماضي 2:30 اكتمال الجولة الثامنة، النادي الرياضي بنزرتي مع النجم الرياضي الساحلي، مستقبل سليمان قواف القفصة، الاتحاد الرياضي المونستيري يواجه النادي الرياضي صفاقسي، ونجم المتلوي اتحاد بن قردان. ويوم 11 نوفمبر يعني بعد بنهار ينطلق تربص المنتخب الوطني، ويوم 12 نوفمبر التحول لمدينة جوهانسبورغ في جنوب افريقيا كما قلت لمواجهة منتخب مدغشقر. وإحنا نحكيه على تصفيات كأس أمم أفريقيا، طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الكوديفوار وتشاد يوم 19 نوفمبر القادم في أبيجان لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات. صادق السالمي حكم ساحة، خليل حساني مساعد أول، وائل الحناشي مساعد ثاني، ومحرز المالكي حكم رابع. النادي رادي صفاقسي ينزل ضيف اليوم على النادي الأخضر الليبي في مباراة ودية احتفالا بافتتاح الملعب الجديد الوادي الكبير في ليبيا، المباراة 6 متاع العشية. وحسب آخر المعلومات فإنه الفريق الليبي وفر طائرة خاصة لاستقبال وفد النادي رادي صفاقسي، يعني تعرفوا أنه ساس عنده مباراة نهاية الأسبوع مهمة جدا مع الأولمبي الباجي لربح الوقت، أيضا باش تكون الرحلة مريحة خاصة أنه ساس ضيف ليبيا وضيف النادي هذا
الأخضر الليبي، يعني كل شيء في الكونفور. مشى بالنسبة لنادر الصفاقسي، مباراة أيضا منتظر نشوفوا فيها وجوه جديدة، وجوه شابة، وجوه احتياطية زادة بخلاف التشكيلة الأساسية. بطبيعة ننتظر كيفاش باش يتعامل المدرب البرتغالي سانتوس. في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الموعد نهاية الأسبوع مع مباريات الجولة الثالثة. كالعادة جولة تتلعب على زوز دفعات. يوم السبت كما قلت 2 نوفمبر المجموعة الأولى، نحكيه على كل المباريات في نفس توقيت، ماضي ساعتين ونص. مستقبل مرسى جندوبة الرياضية، مستقبل واد الليل نادي سبورتينغ المكنين، هلال مساكن يستضيف نادي القربي، القلعة الرياضية مع جمعية ريانا. المجموعة الثانية يوم السبت مباراة هلال الشاب سكاك الحديد الصفاقسي، محيط قرقنة نصر جلمة، كوكب عقارب مع أمل جربة. يوم الأحد بقية المباريات ساعتين ونص، ديما نذكر توقيت موحد لجميع المقابلات. المجموعة الأولى جمعية مقرينة ملحم مسوسة، نادي حملم في النجم الراتسي، مكارم المهدية الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة. وفيما يخص المجموعة الثانية أيضا يوم الأحد، شبيبة القيروان الملعب الجابسي، مستقبل القصرين التقدم الرياضي بسقيط الدائر، أولمبيك سيدي بوزيد هلال الردايف، وأمل الرقبة يواجه بعث بوحجلة. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني للأكابر موجود من البارح في البحرين للمشاركة في البطولة العربية للأمم، تتواصل إن شاء الله حتى 11 نوفمبر. يوم الجمعة افتتاح المشاركة التونسية ضد منتخب سلطنة عمان، يوم الأحد ضد المنتخب العراقي، يوم الثلاثاء القادم منتخبنا يواجه البلد المنظم منتخب البحرين. يوم الخميس 7 نوفمبر إذا سهل ربي طبعا ونترشحوا مباريات الدور ربع النهائي. نذكر أيضا ببقية البرنامج، نصف النهائي 8 نوفمبر والدورة النهائي يوم الأحد 10 نوفمبر. إن شاء الله بالتوفيق لأبناء المدرب نور الدين حفيظ. ونذكر كل المقابلات متاع المنتخب التونسي ستكون منقولة على القناة الوطنية الثانية التونسية. خارج تونس، البارح الجولة العاشرة في بطولة إيطاليا، كالياري انهزم ضد بولونيا 2-0. ليتشي كان فاز على فيرونا 1-0، وحمزة رفيعة أساسي مع ليتشي خرج للدقيقة 63. ميلان خسر مع نابولي في مباراة القمة 2-0. اليوم 6:30 إمبولي مع الإنتر، و8 غير ربع يوفي مع بارما. بارما فريق اللاعب التونسي أنس حاج محمد. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. فلاش سبورت، الإذاعة الوطنية.